يعد شاطئ قرصو أو شاطئ القراصنة أحد أنظف وأجمل الشواطئ التي يختارها المصطافون القادمين من ولايات مختلفة. رحال بربك في اللون إن شاء الله، أي شاء الله ربي ثفاثني ولا إن شاء الله، أدي فكار رحمة ربي إن شاء الله ثمور النق أسقع ثمور النق أدي بعد ربي الموصي في اللون إن شاء الله أكل مؤمنين. ما يميز هذا الشاطئ عن باقي الشواطئ القريبة أنه موجه للعائلات مع المرافق التي يحتاجها المصطاف، مصلى وغرف تغيير الملابس للنساء والرجال، شباب واقف على نظافة الشاطئ وراحة العائلات. بلاج تاع قرصو من أجمل شواطئ في ولاية بومرداس، ومرحبا بالعائلات اللي جوا لعندنا لهنا ونصطالو غير لا فامي وشاطئ نقي. أول أبلاج محترم عائلي 100%، سواء من النظافة، سواء من الاحترام، سواء من الحراسة، سواء من أي شيء، بإذن الله راح نكلاسي هنا الأول. ونطلب مديرية السياحة تراقب الشيء هذا وتدير اللجنة، اللجنة تقيم وتشوف المجهودات. حتى عائلة عزاز القادمة من مدينة ليون الفرنسية اختارت شاطئ قرصو منذ بداية موسم الصيف. خديجة من مدينة ليون من فرنسا، جيت ضيفة لهنايا عند عائلتي، وميم طون العائلة شرفوني بالبحر، هذا المنظر الجميل اللي رانا فيه، مدينة قرصو وبالأخص يعني شاطئ قرصو، يعني ما شاء الله. يظل شاطئ القراصنة أحد الشواطئ المنافسة على لقب أفضل شاطئ لهذا الموسم.